يسألوا فيكم فما نسيتي العزيزة ثلاثة ما نسألوش حق سنة قبل حد كل شيء سعر معنا ممثل زادة جيري كبير معنا كمال بعكيز يجي معنا أنا ضيف شرف وقتاش يدخل فيني حلقة في الحلقة ذولي الأخرى أنا ضيف شرف وتتشوفوه يقتل بالضحك زادة برشا الجزء الثالث ثم مبدئيا هذا المطلوب لكن ما نعرفش عدد سي يونس وسي فرحات ما نعرفش سفيان يقول انا في الشك انا في الشك علاش فوزي بن زرتي مرحبا بك نعزيلك سي فوزي بن زرتي سي فوزي وي نعزيلك وبركه فيك خويا عايش كربي عليك بركه ما وقتش علمتوا بالخبر وقتها كملت التمرين كنت لا ما كلمتني وقتي فاكر سفيان توفى اش كان عنده بن زرتي سي فوزي لا ما عندوش ما عندوش ما عندوش ما عندوش تربيات كنت تدرى فركيس ما كانش عنده حتى شيء بس عليه صح سر اخر مره قابلته وقتاش سي فوزي لا لا مش لا لا مش ماشي وكان كان لبس عليه حتى جاب لا لبس عليه ما عنده حد شيء حتى اليوم ما عنده حد شيء حتى الاخر لحظه ما قالوا لي ما عنده حد شيء كيفاش وصل للكلينيك؟ ما بعرفش ما بعرفش وجهته بطبيعه الحال قلت له عنده معركه قالوا له عنده معركه مع سنتهم تاع الفركتوس فرحين جاء برامون الطب عملوا كل ما عليها الكارديولوج وقفوا الناس كل عملت كل ما عليها كل ما قصروش كنا هذيك الدنيا وهذيك الحياه بالنسبه لي أعتقد شوفة كبيرة كان قريب منك سي فوزي برشا سفيان برشا كنا قراب برشا أنت موجود في الكلينيك تويتا؟ آه موجود في الكلينيك شنو الجو غادي؟ جو الناس كل جات برشا مع في الكلينيك مع الأصحاب والأحباب وخاصة العائلة الجنازة باش تكون غدوة سي فوزي؟ والله ما عندي حتى فكرة مازال ولا أنا شنو حال زوجته وحال ولده بالاخص متعلق برشا في ولده؟ بطبيعة الحال ولده نفسه له شوكة كثير معه تري شوكة واختي في حالها معها كثيرة تعزينا تعزينا سي فوزي ويعطيك الصحة وربي يصبركم الاخبار نعم